مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر. استاذ محمد مساء الخير. استاذ عزه تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ محمد، اهلا بيك يا فندم. إيه سيدي عبد الرحمن، ايه اللي بيحصل فيها وايه اللي حصل فيها؟ يمكن حضرتك عارفه على مدار السنوات الماضيه منذ تاسيس الصندوق كان الصندوق بيشتغل مع كل اجهزه الدوله فيما يتعلق بمكافحه المناطق العشوائيه او المهدده للحياه، تطوير القرى الاكثر احتياجا. كان عندنا نماذج مشرفه الحقيقه في مشاركتنا مع الدوله سواء في الاسمرات او بشاير الخير. الشغل في تطوير ورفع كفاءه المنازل في المناطق الاكثر احتياجا خد شوط كبير من مجهود الصندوق، ولكن الحقيقه كان عندنا هدف ان احنا نحط نموذج متميز شويه فيما يتعلق بتطوير القرى الاكثر احتياجا من خلال سواء توفير المنشات التعليميه سواء في مدارس او غيره، كمان تطوير المنشات اللي بتقدم الخدمه الطبيه او الخدمه الصحيه، وكمان النموذج الحقيقه بيولي اهتمام كبير جدا السيد الرئيس ليه، وهو فكره تقديم الخدمه الحكوميه بشكل مختلف لمعظم المواطنين او كل المواطنين، وكمان يكون في نصيب للمناطق الاكثر احتياجا في هذا الشق. عشان كده الحقيقه من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص احنا قدرنا ان احنا نشتغل في سيدي عبد الرحمن سواء فيما يتعلق بتقديم الخدمه الحكوميه من خلال مجمع متميز جدا في خدمات 9 جهات حكوميه سواء سجل مدني، شهر عقاري، البريد، شركه الميه، الإدارة التعليمية، كل هذه الخدمات اللي بيحتاجها المواطن هيلاقيها في مكان واحد، مع التمييز إن كل جهة موجودة بالسيستم الإلكتروني بتاعها علشان تكون في ربط شبكي بينها وبين المراكز الرئاسية بتاعتها. نفس الشيء كمان طبق فيما يتعلق بالخدمات اللي بتقدم من وزارة التضامن الاجتماعي علشان يكون في شقين، أولا حماية الأسرة المصرية، كمان يكون في تدريب مهني و حرف يدويه تقدر ان هي اهالي المكان تقدر ان هي توفر مصدر دخل ليها، ده بجانب كمان الخدمات الشبابيه من خلال مدينه شبابيه رياضيه على اعلى مستوى. لو اتكلمنا بالارقام احنا بنخدم النجوع التابعه لمركز العالمين. بيخدم مين؟ يعني الشغل ده بيخدم مين؟ احنا عندنا قريه سيدي عبد الرحمن بنتكلم في 25,000 مواطن، 60,000 وافد ليها. حضرتك عارفه حجم العماله اللي بتشتغل في المشروعات التنميه اللي موجوده في الساحل الشمالي الغربي، كمان عندنا النجوع التابع لمركز العالمين، احنا وفرنا ان كل مواطن عشان ياخد خدمه حكوميه يمشي 50 كيلو رايح جاي بتكلفتهم عشان ياخد الخدمه دي، وحضرتك عارفه ان احيانا ان انت بتقدمي الطلب وبعد كده ترجعي له تاني، فاحنا بنتكلم ان المشوار بيتعمل مرتين ولا حاجه، النهارده وحضرتك واقفه بتاخدي الخدمه اكنك في اكبر كومباوند موجود فيه. ايوه. نفس الشكل لقينا ان كثافات الطلبه في المدارس الابتدائيه هناك 105 طالب، بنتكلم في 105 طالب. 105 طالب فين؟ الفصل. بجد؟ في هناك. ده تيجي طبعا ان احنا محتاجين نزود العدد، طبعا في شراكه كبيره بين صندوق تحيا مصر ووزاره التربيه والتعليم. الوزاره اهتمت واشتغلت معانا والحمد لله الكثافه دلوقتي بقت 36 طالب فقط من 105. صندوق تحيا مصر اشتغل على ان الفصل يقل كثافته من 105 لحاجه ب 30. مبنى كامل، مدرسه كامله تحتضن الاطفال الموجودين فيه، موجود الكي جي وموجود كل المراحل التعليميه بالشاشه السمارت، كل ما هو يتعلق بالحاجات ممكن تحصلي على الخدمه التعليميه في مدرسه مميزه هتلاقيه موجود سيدي عبد الرحمن. البنات كانت بتكتفي بالمرحله الابتدائيه لان المدارس الاعداديه كانت اعداديه مشترك بنين وبنات، طبعا حضرتك عارفه الطبيعه هناك. أيوة. كانت البنات بتمنع ان هي تخش المرحله الاعداديه. الحمد لله بقى عندنا مدرسه اعداديه موجوده هناك. هايل هايل. 9 فصول هناك. الكثافات كمان معمول حسابها لسنوات قادمه بحيث ان احنا مش بنحل ازمه انيه. احنا لسنوات قادمه عمل حساب زياده عدد السكان الزياده. مظبوط. أيوة. الاهم من كده كمان على مستوى الصحه استاذه عزه، كان اللي ممكن الحابب يكشف او الحابب ان هو يطمن على نفسه كان قدامه حل من الاثنين، يا يعني يروح مستشفى الضبعه يا مستشفى العلم. ودول كانوا بعاد جدا. 50 كيلو رايح جاي. 50 50. فكان في وحده صحيه موجوده هناك حالتها الحقيقه كانت مزريه جدا، مستقله مع وزاره الصحه. الحمد لله بنينا يعني وحده صحيه، وحده طب اسره على اعلى مستوى، فيها عياده الاسنان وفيها غرف الملاحظه سواء للرجال او السيدات، التطعيمات، تسجيل المواليد، تسجيل الوفيات.
دي موجوده هناك. الخلاصه استاذ عزه ان فعلا الدفعه القويه اللي خدها صندوق تحيا مصر المنتدى السياسيه صحيح، عشان نقدر ان احنا نتشارك سواء مع جهه الدوله او مع القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي لينا، سواء القطاع المصرفي الشركات، كل ما هو ده يوفر لنا موارد. ولكن الاهم من اداره الموارد دي هي ازاي ان طبعا احنا طبعا ندرس قبل ما نشتغل. طبعا، وده هو اللي ده انا ممكن بيحقق فيه عبد الحق. النتائج. صحيح صحيح، ده اللي مظبوط. بيحقق النتائج دي. ايوه واحنا اشكرك. يعني اه بنطمح اتفضل. الحقيقه ان شاء الله ان الفتره الجايه باذن الله يكون لينا المتاحه ان احنا باذن الله نتوسع في هذا النموذج مع كل الشراكات اللي احنا بنقدمها. زي نموذج سيدي عبد الرحمن. مظبوط. بشكرك بشكرك. توفيق استاذ محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر.